فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الطواف راكبا على العربية مع قدرته على المشي، هل يجزئه ذلك؟ نعم، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، لما تزاحم الناس عليه ركب صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراه الناس ويسلم من المزاحمة. نعم، فيجوز الطواف راكبا والسعي راكبا، لا بأس، على عربة، على بعير، على سيارة، ما في بأس. نعم.